صفوان بن أمية تأخر في دخول الإسلام حتى بعد فتح مكة. سبحان الله، الحق معظم الذين من كفار قريش بعد فتح مكة، بعد أن ظفر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار، معظمهم دخل الإسلام، ولكنه تأخر حتى بعد مكة لم يدخل الإسلام، ولكن كانت عنده إيه بقى؟ بعض أدوات الحرب، وكان يختزنها في بيته. فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يستعير أدوات هذه الحرب عشان غزوة حنين، لأن غزوة حنين جاءت مباشرة بعد فتح مكة، فأعطاها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان له السيادة وكانت له القيادة وكان له الاحترام والتوقير، ولكنه لم يدخل في الإسلام. وبعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين بالانتصار في غزوة حنين العظيمة، اغتنموا غنائم كثيرة جدا جدا. ليه بقى؟ لأن الكفار في غزوة حنين كل واحد جاب كل ما يمتلك، ولاده أزواجه ممتلكاته والإبل والغنم وأمواله وذهبه، كل الأموال كانت معهم. فلما هزموا الصحابة رضوان عليهم اغتنموا كل هذه الغنائم. فوقف صفوان بن أمية بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وادي عظيم جدا مكتظ بالإبل والأغنام والخيرات العظيمة. يعني إيه وادي؟ يعني سلسلة جبلية وبيتوسطها هذا الخير الكثير. فوقف متعجبا وينظر إلى هذا الوادي المليء بالخيرات، وينزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أعجبك ذلك يا صفوان وهو ليس على الإسلام؟ قال: هذا شيء عظيم. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هو لك يا صفوان. فتعجب وذهل وقال: ماذا؟ قال صفوان بقى: قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك نبي الله، والله ما طابت نفس أحد بذلك إلا نبي. سبحان الله، لذلك أن بعض الحقيقة الصحابة يعني حزنوا من ذلك يعني. فسبحان وتعالى ربنا عز وجل رب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الكرم، وهذا من ملامح كرمه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعطي بلا حساب، ولكنه لم يور الشيء. سبحان الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم رغم الأموال الكثيرة التي جاءت إليه بعد هذه الفتوحات لم يور الشيء إطلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث مالا، مش زي بقى القصص في الكنيسة يأخذون أموال الناس وأعراضهم وصكوك الغفران ويدخلون هؤلاء الجنة ويخرجون هؤلاء من الجنة بناء على الأموال، لا أبدا. ولذلك يقول ربنا عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا.